الفضاء الرقمي المفتوح 24 ساعة على 24 وسبعة أيام في الأسبوع، والقائم على مبدأ الاستخدام الذاتي، تسمح للزبون بالاطلاع على الموقع الإلكتروني للبنك والوصول إلى تطبيق الخدمات المصرفية الإلكترونية الإي بانكينج للاستفادة من جميع الخدمات التي يقترحها. يسمح أيضا هذا الجهاز والجهازين يسمح للمواطنين في المرحلة الأولى تخص منطقة معينة من المواطنين اللي عندهم سكنة عدل بدفع رسوم الإيجار، وهذه العملية راح تكون تتعمم في الأيام القادمة إن شاء الله.